الفرونتال ساينسز اللي هي الجيوب الأنفية الخاصة بالعظم الجبهي موجودة في الجزء العمودي من الفرونتال بون، وهم عبارة عن زوج من الخلايا الهوائية بيفصل ما بينهم حاجز اسمه سيبتم، ومن النادر جدا تطابق الخليتين في الحجم. الفرونتال ساينسز هي الجيوب الأنفية الوحيدة اللي ما بتكونش موجودة أثناء الولادة، لأنها ما بتتكونش أو الهواء ما بيتجمعش جواها غير بعد مرور 6 سنين من الولادة. الدرينج أو التفريغ الخاص بالفرونتال ساينسز بيبقى خلال الميدل نازل ميتس عن طريق الفرونتال ريسس اللي بيتوصل ما بين الفرونتال ساينسز والميدل نازل ميتس.